هذا وأثبتت مواقف تربوي اليمن أنهم الصخرة التي تحطمت عليها مؤامرة العدو من خلال استهدافه المدارس والجامعات ومحاولاته إيقاف العملية التعليمية. التعليم يمثل العمود الفقري لبناء الأوطان واستمراره تحت قصف العدوان وحصاره، يعد جبهة في وجه الأعداء كمثيلاتها من جبهات الدفاع عن الوطن وعزة شعبه وكرامته. ذهابنا إلى العمل معناه ذهابنا إلى الجبهة، ونحن نكون أكبر جبهة لمواجهة العدوان وهي الجبهة الداخلية. وتحريك 6 مليون طالب ليس سهلة، بل أقوى جبهة من جبهة المقاتلين على جبهات القتال. اهتمام المؤتمر الشعبي العام بكوادره وقياداته التعليمية والتربوية يأتي لشحذ عزائمهم وتشجيعهم على مواصلة الجبهة التعليمية وأداء الرسالة التربوية وبناء الأجيال القادمة لتعميق الولاء لوطنهم ورفض الوصاية والتبعية. سنستمر في غرس قيم الحب والأخاء والوسطية والاعتدال، وفي وطن يتسع الجميع، وطن الجمهورية اليمنية، وطن اليمن الواحد، وطن ثورة 26 سبتمبر. رعود وتحتها زلزال، لا دع الجيش باسم جيش إذا ذل ذل، ولا قيل للرجال رجال يا بني قينقاع. وسنحرص كما هو نهج المؤتمر الشعبي العام عن نظام القانون والمحافظة على الدولة ومؤسساتها ومؤسسات العمل في وجه الصمود في وجه العدوان. صمود الكوادر التربوية واستمرارهم في أداء رسالتهم التعليمية رغم قصف تحالف العدوان مدارس ومنشآت التعليم وتواصل غاراته شاهد على جسارة الإنسان اليمني واستحالة كسره في معركة الدفاع عن سيادته واستقلاله فكريا وعسكريا. مروان العدواني، قناة اليمن اليوم، صنعاء.